حبايبي جريد 6، تعالوا النهارده نراجع قبل ما ندخل على اكزام نوفمبر 2024. اراجع لك على كل الدروس اللي انت خدتها من اول الترم. بص معايا لو سمحت، لما يقول لك حبيبي كلمه equivalent، equivalent كلمه equivalent يعني ايكوال؟ لو سمحت مش عايز اي كومنت ومش عايز حد يرد. كلمة equivalent يعني equal. الراجل الجميل ده مديني هنا 5x ومديني x و3، ازاي احل مسألة زي كده؟ تقول له ما ينفعش يبقى عندي 2 terms زي بعض like term واسيبهم، فيبقى 5x و x يديني كام؟ اسمع ما تردش، يديني يا مستر 6x وبعدين اكمل plus 3. يبقى انا الاول ما ينفعش اسيب اللايك تيرم اول ما يقول لك كلمه ايكويفالنت. طيب بعد كده بص بقى معايا، خدنا زمان علاقه اسمها الديستريبيوتيف، فهنا ده 6 وده 3، هل في بينهم اتش سي اف؟ ال 3، فانا بفك ال 6 تبقى 3 و 2، فبقى عندي هنا 3 وعندي هنا 3، اخد ال 3 فيتبقى مع الاكس 2 ويتبقى مع ال 3 1. والسؤال ده لازم تتعود تعيد حله مره واثنين كمان مره. عندي لايك تيرم عملت لهم بلس، هعيدها لك تاني في حته فاضيه. بص حبيبي الراجل ده كان بيقول لي معايا سوري معلش، معايا 2x بلس 3 ولا 5x؟ انا نسيت 5x، سوري بس خلاص، معايا 5x وكمان هنا x. انا عاوز كلمه equivalent يعني equal يا مستر. طب انا معايا دول اسمهم like term، فانت حضرتك تعمل لهم بلس 5 بلس 1 يبقى 6، وادي اكس بلس 3 يا مستر. هو عايز شكل تاني، فانت حضرتك بتفك ال 6 عشان احنا عايزين ال اتش سي اف، عايزين الكومن، فال 6 معاها 3 وهنا 2، فبقى عندي ده مع 3 وده مع 3 ناخدها كومن، وادي برانتسيز. خدت ال 3 يتبقى 2 مع الاكس، خدت ال 3 يتبقى 1. عشان خاطري درب نفسك النهارده كل الحاجات اللي انت غلطت فيها عيدها تاني. تعال نكمل يا مستر. السؤال ده حضراتكم بتغلطوا فيه دايما وانت مش فاهمه، تعال اوريك لما جيت شرحته شرحته لك ازاي. اسمع يا باشمهندس، لما جينا درسنا قلنا الكاونتنج والناتشرال، وبعدين خدنا انا بكتب الحروف الكاونتنج، اسمع ما تردش، والناتشرال، وبعدين خدنا الانتجر، وبعدين خدنا الراشونال. يا ابني اسمع يا ابني، ما تبقاش عدو نفسك. فالراجل ده عايز يقول لك مين فيهم الاصغر. اسمع بقى، فالكاونتنج سبست، سبست يعني حتة من الان، والان سبست من الانتجر، والانتجر سبست من الراشونال. فالراجل ده مدي لك السؤال، يا انتجر هل انت بلونج؟ لا. طب انت دازنت بلونج؟ برضو لا. اسمع يا بابا ما تردش، انا سبست يا مستر، يعني انا جزء من الايه؟ من الراشونال. بص بقى اللي جايه دي، الراجل بيقول لك لايك تيرم. كلمه لايك تيرم يعني انا ممكن الاقي اكس واكس، واي واي، اي واي، لتر زي بعض. طب يا مستر انا هنا معايا كونستانت زي بعض، طب انا عايز النمبر، انا معايا كام حاجه لايك تيرم بس. طب بص اللي جايه دي، ماينس، قلنا في كذا طريقه، تعال ناخدها برضو ونحلها لوحديها، 2 كوارتر ماينس 1 ان هاف. بص يا باشمهندس،
2 وكوارتر ماينس 1 اند هاف. قبل ما تعمل الهول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن لازم تظبط ال LCM هنا. فانت حضرتك دي 4 ودي 2، تقول لي انا هلعب مع ال 2 عشان اخليها 4، فيبقى ادي 2 كوارتر وادي هنا 1، فلما اعمل تايمز 2 تبقى 2 على الكوارتر. هل دلوقتي ينفع اعمل ماينس؟ لا حبيبي، عشان خاطر اسمع بس، ما انا اديتك فرصه تحل، ما اسمعش بقى رد. ما ينفعش يا مستر، عشان ال1 ما ينفعش اخد منه 2. طب نعمل ايه؟ في طريقتين. في طريقه ان انا اخد من ال2 اللي بيلعب بالشبشب يسكت. في طريقه انك تروح تاخد من ال2، اخد منها 1 تبقى 1، وال1 اللي خدته بفور على الفور اروح جاي هنا ازود فور، فيبقى هنا 1 ماينس 1 مفيش يا مستر بقى زيرو، لكن دول بقوا 5 ماينس 2 تبقى 3 على الكوارتر. دي طريقه. طب ما جاتش في بالي. في الطريقه الثانيه ادي 2 كوارتر ماينس 1 ومعانا هاف، انك تاخد الميكسد تخليه امبروبر، 2 تايم 4 تعمل لها تايمز تبقى 8، واعمل فوق بلس تبقى 9 على 4، 1 تايم 2 ب 2 وبلس 1 تبقى 3 على 2. اقدر اكمل؟ ايوه، اعمل تايم 2 اب وداون عشان يبقى هنا 9 على 4 ودي 6 على 4، بقى عندي الدينومينيتور ايكوال، اخد منهم 4 واعمل ماينس تبقى 3 كوارتر. اختار الطريقه اللي تناسبك. هعمل ستوب وبرضه يا عم يبقى ساعتها بقى الانسر بتاعتي يا مستر 3 على 4. هرجع واضيف لك معلومه، لما يبقى عندك سؤال تشوز اوعى تختار اجابتين، ممكن المصحح يلغيهم حتى لو فيهم واحده صح. اختر تشوز، تختار واحدة بس. تعال بقى نكمل يا مستر بسرعة. LCM و4 و12 اتفقنا، ال4 افكها برايم وال12 افكها برايم، 2 تايم 6، ال6 تتفك تاني، اديني براجع لك كل الدروس. لما اقول لك LCM اخد الكومن واللي مش كومن، يبقى ساعتها هقول له اخد 2 وكمان 2 وكمان 3، يبقى الانسر بتاعتي 12. اول ما بدات النهارده زميلكم قال لي راجع لي اخر درس، فالفاريبل هنا هو الام، هو الليتر. لو كان قال لي كونستانت كنت اخد النمبر. الراجل ده بيقول لك ايكويشن والاكس ب 4، تروح جاي كل ما تقابلك اكس تقول 4، يبقى هنا 3 تايمز 4 بلس 1 يبقى 12 بلس 1 تبقى الانسر 13. يا مستر ده ابسوليوت، البوزيتيف يخرج بوزيتيف والنيجاتيف يخرج برضه بوزيتيف، ازاي نسينا؟ انا مش عارف. خدنا درس الاكسبوننت او الباور يا ناين، انت عملت ريبيتد كم مره؟ اروح كاتب الفور فوق، مش اكتب تايمز 4 لان ده باور، ده اسمه اكسبوننت اكتبه فوق. اسمع يا بابا، السمولست كاونتنج، ما احنا لسه قايلين 1. بص بقى، ده نيجاتيف والنيجاتيف اكيد اصغر من اي حاجه، يعني الزيرو اكبر منه. هات لي الفاليو، بنكرر تاني ال n ب 1، يبقى هاجي اقول 5 تايمز 1 ماينس 2، اعمل تايمز وبعدين اعمل ماينس. لما يقول لك اكسبت يعني انت ما تاخدش الحاجات اللي تنفع، يعني انا هنا دي ليس نيجاتيف 1، مين ليس نيجاتيف 1؟ دي ما خدهاش، ودي ما خدهاش، ودي ما خدهاش. ليه؟ عشان بيقول لك اكسبت. طب نكمل يا مستر.
لما يا حبيبي يديلك فين والميدل دي فاضيه على طول الجي سي اف. معلش احنا يا مستر بقى لنا مده ما بنحلش. قلنا لما يديني فراكشن تقول لي اعمل كروس، يعني اخد التو تايم ثري. لما يبقى عندك فراكشن اعمل كروس، مش فاهم يعني اعمل تايمز. نفس السؤال اللي جاوبناه في اول حاجه، دول تو نمبرز هاخدها لك بره واحلها لك تاني، 35 و42. بص يا حبيبي 35 ودي 42، الراجل ده عايز الجي سي اف، عايز الكومن. فانت تفك دي 7 و5، فك دي 7 و6، مين الكومن؟ اخدها بره واعمل جوه بلس اللي اتبقى 5 واللي اتبقى 6. يبقى ادي حبيبي هنا اهو حاطط لي دول، يبقى باقي ال 7. هكمل معاك برضو، الراجل ده بيقول لك فروم ليست، يعني انا عاوز من السمولر. مين؟ الله، ده راجل محترم بيقول لك نيجاتيف، فيبقى الراجل ده هو اصغر حاجه. واللي بعده نيجاتيف 2، نيكست نيجاتيف 1، نيكست ال 1 وال 4، نيكست 2.1. يا ريت تراجع كده، انا هقدر اقول لك خلصت. ايوه كفايه كده، عشان عندي موديل تاني هرجعه لك دلوقتي.